كل شيء، اضغط لايك الفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه انشاء ملف او هارد ديسك في سطح المكتب مشفر، يعني مقفل، يعني محمي بالرمز سري، بحيث انك تحفظ الملفات المهمة بعيدا عن اي شخص، وما ما حد يقدر يعبث فيه غيرك انت. يعني ما في حد يعني محمي بكلم السر بالرمز السري. الطريقة سهلة جدا، نروح للشرح. اول شيء كل ما عليك انك تروح تضغط على هذا الخيار، البرامج الخاص بك، هني بتحصل اوذر اخرى، بتحصل مجموعة ادوات. هذا الاداء اختار هذا الاداء، بعد ما تختار هذا الاداء هني بتحصل خيار فايلز، بتحصل الخيار مفعل. بعد ما تفتح هذا الاداء راح بتحصل الخيار هذا مفعل. اوكي، من هذا الخيار، من هذا الخيار الاول، هذا الخيار اختار هذا بلينك ايميج، اضغط عليها. بعد ما تختار هذا الخيار هني يعني اكتب اسم اكتب اي اسم، مثلا نوح فريس تايل. اوكي، بهذا الطريقه. بعد ما تكتب اسم الملف اللي راح تحط تضيف عليها كلمة سرية او التشفرة، اوكي. الحين هني لا تكتب اي شيء، هني وين تريد يكون الملف، مثلا في سطح المكتب، في مجلدات، ديكيمون، اي مكان. انا بختار سطح المكتب. اوكي، في الخيار هذا تقدر تكتب اسمك مرة ثانية، فريس تايل. اوكي، هني في الخيار سايز تختار حجم اللي حجم الملف، يعني حجم الهارد ديسك، حجم الملف اللي راح تحفظ فيها الاشياء، كم جيجا بايت يكون، كم مساحة، كم تحتاج يكون، مثلا 100 ميجا، 1 جيجا، 3 جيجا. اذا كان اذا تريد جيجا فاكتب مثلا اريد يكون 1 جيجا، فاختار اكتب 1، اضغط مسافة واكتب جي بي. اوكي، اما اذا تريد ميجا فتكتب مثلا 200 وتكتب مسافة ام بي، هذا ميجا. يعني بس 200 ميجا، يعني اذا وصل الملف، يعني خزنت الملف داخل الملف 200 ميجا، خلاص ما تقدر تضيف اشياء لان وصل الحد الاقصى. اوكي، انا بختار 200 ميجا حتى اوضح لكم. اوكي، الحين في الخيار الثاني، الخيار هذا فورمات التنسيق، تختار ام اس دوس، لان هذا الخيار يدعم الماك والويندوز. كيف يعني؟ مثلا افرض ان الملف خزنت فيه اشياء، اوكي، ونقلت هذا، حطيت خزنت الملف، حطيت اشياء، وتريد تاخذ الملف تحطه في فلاش وتشغله على الويندوز، بامكانك انك تشغله على الويندوز وايضا ماك، فتختار هذا الخيار لان هذا الخيار يدعم الويندوز والماك. اوكي، في الخيار هذا، الخيار اللي موجود هنا نفس ما تشوفون، تختار نوع الشفرة، تختار هذا 128 الموصي به. اوكي، الحين تكتب الباسورد، مثلا 1 2 3 4 5، تكرر كتابة الباسورد، نفس الباسورد اللي كتبته فوق تكتبه تحت، 1 2 3 4 5، واضغط على هذا الزر. خلاص، بعد ما كتبت الباسورد الحين كل ما عليك انك تروح للخيار هذا، خليه مثل ما هو. الحين هني يعني يقول لك انك انت تريد الملف هذا اللي انشأته وحميته بكلمة السر، هل تريد تحذف البيانات وتحط بيانات جديدة وتكرر العملية تحذف وتحط؟ فاذا كنت تريد تحذف وتحط تختار هذا الخيار، لان هذا الخيار يدعم حذف وإضافة، حذف وإضافة. أما باقي الخيارات لا، غير كذا. أوكي، راح أختار هذا الخيار واضغط على سيف. أوكي، انتظر ثواني راح يعطيك علامة صح، اضغط على دون.
خلاص الحين لو تروح لسطح المكتب مثل ما تشوفون راح بتحصل هذا الهارد ديسك. اوكي شوفوا هذا الهارد ديسك اللي انشأته. خلاص الحين تحط ملفاتك هني، مثلا نضيف اي صورة من هني، مثلا هذه الصورة نسوي لك كوبي كوبي اوكي نضيفه مباشرة هني بوست. اوكي مثل ما تشوفون ضفنا ضفنا ملف. اوكي الحين كل ما عليك انك حتى يكون يظهر الباسورد، كل ما الحين بعد ما حطيت الملف لازم تخرج، تضغط على كليك وتضغط على انجكت خروج. خلاص الحين خلاص الحين لو تفتح الهارد ديسك الخاص بك اللي خزنت الاشياء فيها، شوفوا راح يطلب منه رمز امان، رمز تسجيل دخول، يعني ما تقدر تشوف ملفاتك الا برمز سري. تحط الرمز الخاص بك 1 2 3 4 5 واضغط على اوكي راح يفتح الملف. تفتح الملف بتحصل ملفاتك محفوظة موجودة، ما يقدر حد يعبث فيه وما حد يقدر يشوف هذا الملفات غيرك انت، لان هذا الملفات مهمة فحفظته وحميته وما يقدر يحذف، حتى ما يقدر يحذفه. اوكي بس هذا هو طريقة حماية كلمة السر. كل مرة لما تفتح الملف سوي تسجيل خروج حتى ما يقدر يشوف شو بداخله. وبس هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. طبعا لو حطيت رمز خطأ ما بيفتح، شوفوا ما بيفتح، لازم تحط بيطلب منك ان تحط الرمز الصحيح، لو تحط اي رمز ما بيفتح، بيفتح لك نافذة اخرى، يعني حط الرمز الصحيح. بس مع السلامة.